عيد الحب تقول بي؟ لا 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 لا، يعني حياتي كلها حب. ما يستحقش عيد، ما يستحقش نهار ولا لا لا، ما يستحقش نهار ولا حاجة. به فما فيديو نتاعك قاعدة تتعاود تقريبا كل عيد حب، فكرتها تعرفها؟ اي العرضاوي، العرضاوي من أقوى ما سمعنا في الغزل. تونسي واحد يحط تونسي 100%. من حسن حظها، من سوء حظها اللي تسمع الكلام. تتفكر شوية النص؟ لا ما نحفظهاش. هو اللقطة هذيك، اي هذيك امبروفيزي اللي سار هذاك، ماهيش مكتوبة في السيناريو. من اقوى لقطات المسلسل. هو حتى المخرج وقت الموسف الكاتب يذكر بالخير، اي قال لي صالح علاش ما قلتليش، على خاطر ماناش متفاهمين باش نوض من الفرش ونوض ونشطع، خاطر كملت الشطحه وكل، لكن هو كعمل الديكوباج نتاعه مش قاري حسابه باش نوض من غاديكا ونتحرك في وسط الشومبر. قال علاش ما قلتليش باش نقرا، باش نقرا حسابي. قلت له في باليش انا بيدي باش نعمل هكاك امبروفيزي. جي امبروفيزي خلينا نشوفوه، نشوفوه اللقطه مع بعضنا ونسمعوا الغزل العظيم اللي تقال. انا باش نقولها لك وانا ميت ميت، ورحمة أمي اللي شوت لي الكبادة، يا نحبك قد عمر وقد لطا وقد أمي الغالية. بالله العظيم كي تشيعي في عيونك كأنك عزقتي مسحة في قلبي، اشعل شع حبك في كنيني ذرة، ضرب قطع قسم قص حس سكبتي في مرة، اشعل شع حبك والع قطر عمل دخان مني طالع. هاي هدق قدق قدق قدق. في 2021 كان واحد يقولها باسم الحب، هذا الخطيب تعتبره تهديد. هل